ولتقديم قراءة في الحالتية الوبائية يسعدنا أن نستضيف البروفيسور طارق صقل حسيني، وهو رئيس الجمعية المغربية لطب الكلى وهو أستاذ بكلية طب فاس. أهلا وسهلا بكم بروفيسور معنا. أهلا وسهلا. طيب بروفيسور، الآن مضى تقريبا شهران ونصف على ظهور أول مصاب بكورونا، كيف يبدو لكم اليوم الوضع الوبائي في المغرب؟ الوضع الوبائي الحمد لله ماشي هو اللي كنا خايفين منه في الاول. بعد 10 اسابيع ما وقعتش ذاك الحاله ديال ملء جميع المستشفيات ومصالحات ديال الانعاش، الوفيات ما وصلتش ذاك العدد اللي كنا متخوفين منه. اذا هذه الجانب الايجابي من الحاله الوبائيه، ولكن هذا ماشي معناه اننا تخطينا جميع الاخطار وماشي اننا سالينا واننا خصنا نترخاو. بالعكس، مازالين حنايا في مرحله اللي خصنا نردوا بالنا بزاف باش نتجاوزوها بسلام إن شاء الله. طيب تقول كلاما مطمئنا بروفيسور، لماذا الأرقام اليوم ليست بتلك التي توقعناها في البدء؟ ما الذي حدث؟ هل يتعلق الأمر بتحول ما لهذا الفيروس أم ماذا؟ هو مرتبط أساسا بحيث ما يمكنناش نقول تحول الفيروس، لأنه في نفس الفترة في دول أخرى بصفة متزامنة كانت الحالة أكثر. يمكننا نقول الإجراءات الاستباقية أو الاحترازية اللي قامت بها المملكة كانت في محلها وجعلت أنه نتفاداو ذاك العدد الكبير في وقت ضيق. بالعكس، جات المنحة كان مقبول وجات وفقا للطاقة الاستيعابية ديال المستشفيات الحمد لله اللي ما كانش تجاوز ديالها، وهذا هو اللي كان إيجابي في هادشي كامل. إجراءات اللي اتخذت وقتها وكانت صارمة، ولكن مازال خاصها تستمر بحال اللي قلت في الأول. طيب بروفيسور، هذه الإجراءات اتخذت كذلك في فرنسا واتخذت كذلك في إسبانيا، لماذا نسبة الفتك ليست هي؟ كاينين شي حوايج اللي ما تنفهموهمش، ما كاينش تفسير واضح، ولكن يمكننا نديروا بعض احتمالات اللي يمكن لها تفسر هذا الشيء اللي وقع في المغرب. بالاضافه الى الاجراءات يمكن نكونوا مختلفين، لانه في افريقيا بصفه عامه ما كانش عدد ديال الوفيات كبير بحال اللي كان متوقع. كنا تنقولوا القدره على العلاج والقدره على النظام الصحي في الدول الافريقيه ماشي هو ديال دول اوروبا او امريكا، وكان تخوف كبير من ما سيقع، ولكن ما وقعش داك الشيء اللي كان. كان كذلك اختلاف في امد ولا في السن ديال هذه الدول. هذه كاين في الاصابات بالامراض الخطيره او الامراض المزمنه اللي تتكون في مرحله متقدمه من السن، وتنعرفوا انه متوسط السن في المغرب ماشي هو في اوروبا، وفي افريقيا كاين متوسط السن اضعف كذلك. اذا يمكن هذه الاختلافات يكون عندها دور، ولكن ما تتفسرش كل شيء. أكيد سنعرف الكثير من الإجابات في مقبل الأيام. طيب بروفيسور، لاحظنا انخفاضا ملموسا في نسبة الفتك، ربما النسبة الآن هي 2.9%، ارتفاع مهم في نسبة التعافي، نحن تقريبا في أو نقترب أو أقل بكثير أو أكثر بكثير من 50%، ولكن مع ذلك نسجل يوميا عدد مهم من الإصابات الجديدة. هذه المؤشرات هل تبعث على التفاؤل أم بالعكس تبعث على القلق؟ خصنا نكونوا متفائلين بطبيعتنا، ولكن اللي بغي نركز عليه هو ما نشوفوش الأرقام ديال يوم واحد. نعم. نشوفوا مثلا المنحة في أسبوع مثلا، وفي أسبوع تنشوفوا أنه قد سجلت 1059 حالة إصابة جديدة. نعم. و 1131 حالة ديال التعافي. إذا نعم. كاين واحد التوازن ما بين التعافي والإصابات الجديدة. تسجلت 7 ديال الوفيات في أسبوع، وهو رقم مشجع جدا، الله يرحم المتوفين، ولكن هو رقم أحسن بكثير مما كان عليه من قبل، والحمد لله مطمئن. وملي تنشوفوا الحالات النشطة اللي هي اللي تتلقى العلاج حاليا، تلقاو انها نقصت ب 79 حاله خلال هذا الاسبوع. انا الرقم واخا ماشي كبير، ولكن تنعتبره مؤشر ايجابي، لانه الا تاكدت هذا المنحه هذا ديال النقص ديال الحالات اللي في طور العلاج، يمكن وتنتمنى ينقص لنا من
العادات الاسيره اللي كاينه تستعمل لعلاج المرضى اللي ولا الناس اللي مصابين، باش ماشي كلهم مرضى، كاينين اللي حاملين ديال الفيروس. وتتمكننا تنتمنى ذلك انه في خطوه كما عودتنا الحكومه المغربيه في خلال هذه الفتره هذه كامله تتخذ اجراءات مناسبه في الوقت المناسب. يمكن هذا جاء الاوان باش انه الناس اللي غير مصابين بفيروس كورونا اللي هما كثار، مصابين بامراض مزمنه بسرطانات الى غير ذلك، اللي هما ضحيه لهذه الوضعيه هذه، يرجعوا يتلقاو العلاج بصفه تدريجيه باش ما نلقاوش راسنا من بعد هذا القضاء على فيروس كورونا ان شاء الله في اقرب وقت امام واحد العدد كبير من الناس اللي يكون الحاله ديالهم تفاقمت في امراض اخرى. اي بروفيسور، في نظرك وبحكم تخصصك، هل يمكن ان نعرف مدى انتشار الفيروس لدى المصابين بامراض الكلى ان كانت لديك نسب الاصابات الى الان؟ أمراض الكلى فيها مراحل متعددة، اللي واضحة هي المرحلة النهائية اللي الناس تيقوموا فيها بتصفية الدم وما يعرف بالدياليز. هاد الناس هادو يقدرون في المغرب بحوالي 32 ألف شخص اللي تيقوموا بتصفية ديال الدم، والعدد ديال الناس اللي تصابوا بينهم حاليا على المستوى الوطني كاين اختلاف بين الجهات، ولكن الرقم الإجمالي هو 32 حالة حتى الآن في 10 الأسابيع، أي واحد في الألف. رقم ما تيبانش كبير الحمد لله، ماشي داكشي اللي كنا متخوفين منه بزاف، ولكن يمثل رغم ذلك 5 حتى 6 المرات النسبه اللي عند الساكنه المغربيه والمواطنين المغاربه، لاننا عندنا حاليا 6607 الحالات على 35 مليون مغاربه تقريبا، اي ان هذه النسبه عند المصابين بالقصور الكلوي 5 ولا 6 المرات اكبر. ما بيناتهم هاد 32 حاله 3 الناس اللي توفوا، العدد ماشي كبير بزاف ولكن تمثل تقريبا 10% الى جينا نحسبوها، بالمقارنه مع نسبه الاماته اللي عند في المغرب كان بصفه عامه اللي هي 2.9%، تتبقى 3 الأضعاف ديال هذيك النسبه. اذا هاد الناس هادو اللي مصابين بالقصور الكلوي اكثر عرضه للاصابه، واكثر عرضه للاصابه بحالات اكثر صعوبه من غيرهم. النقطه الاخرى، لماذا بروفيسور؟ نعم لا، لماذا يا بروفيسور، لماذا هم اكثر عرضه للاصابه؟ لانهم الحاله المناعيه ديالهم ماشي هي ديال الناس بصفه الاخرين، كاين ضعف في المناعه عند الناس المصابين بالقصور الكلوي، ولكن الناس كذلك اللي تيمشيو يديروا الدياليز راهم تيمشيو 3 المرات يغادروا البيوت ديالهم، تيمشيو المركز اللي فيه عدد كبير ديال الناس يقوموا بعمليه تصفيه في نفس الوقت. اذا هم عرضه اكثر من غيرهم. هذوك الناس اللي تيديروا معهم دياليز كل واحد جاي من حي مختلف، الا ما كانش جاي من قريه مختلفه او من مدينه مختلفه، اذا كاين واحد ظروف ملائمه لتطور المرض عند هاد الناس. بغيت نضيف كذلك انه من غير هادو اللي مصابين بالمرض المزمن للقصور الكلوي، كاينين الناس اللي ما تيكونش عندهم مرض القصور الكلوي ولكن في ابان الاصابه بمرض كوفيد 19 تظهر عندهم من علامات الخطوره ديال المرض الاصابه ديال الكليتين، وهنا تقريبا 35 الناس اللي قاموا الاطباء في المغرب بعمليات الدياليز عندهم بعد الاصابه بكوفيد 19 وما كانت الاصابه ديال الكلى مستجده. ومن اثر هذا الفيروس اصابه الكلى زياده على الجهاز التنفسي كذلك. تماما، لانه هذا المرض اكتشف تبان اتضح من بعد انه تصيب جميع الاعضاء ديال الجسم بصفه مختلفه، تصيب ومن بين العلامات ديال خطوره الاصابه هي كذلك الاصابه ديال الكليتين. وهل هذه الخطوره يمكن تجاوزها بالادويه ام سيصبح ربما مرض مزمن كلوي مزمن؟ ما تنعتقدش انه يصبح مرض كلوي مزمن، بالرغم انه ما كاينش تاكد مطلق من هذه الناحيه هذه. الحالات اللي تشافوا رغم مرض القصور الكلوي تشافوا كذلك من القصور الكلوي حتى دابا، ولكن كما قلت كانت نسبه الوفيات اكبر عند هذه الشريحه ديال الناس اللي مصابين بكوفيد 19 واللي كانت عندهم اصابه بالكليتين كذلك في نفس الوقت. طيب بروفيسور، هل هناك اجراءات اتخذتموها لحمايه مرضى الكلى خاصه منهم الذين يخضعون كما قلتم لتصفيه الدم وغسل الكلى؟ سؤال وجيه. بالطبع كانت هناك اجراءات،
كانت توصيات اولا للجمعيه المغربيه لطب الكلي اللي تم نشرها عند جميع الاطباء الكلي على المستوى الوطني، واللي تبناتها وزاره الصحه بعد الاعتماد ديالها من طرف وزاره الصحه، بدات نفس الاجراءات على المستوى الجهوي في كل جهه من المغرب تنقم بها في حاله كان احتمال اصابه عند مريض او تاكد الاصابه. مثلا كاينين مراكز جهويه اللي ولات مخصصه لاستقبال المرضى كيف ما كان المركز فين كانوا تيديروا دياليز من قبل، باش ما يبقاوش مخالطين لمرضى اخرين لتفادي هذا تفشي المرض بين مرضى اللي هم اكثر عرضه للاصابه بحالات خطيره واكثر عرضه للوفاه من غيرهم. طيب إذا ما تقرر رفع الحجر الصحي، كيف يجب أن يتم هذا الرفع من الناحية الطبية بالنسبة إليك بروفيسور؟ هي الناحية الطبية جزء مهم من الجواب، ولكن تنعتقد أنه الجواب خصو يكون شامل، أي أنه الناحية الوبائية والطبية مهمة، ولكن كذلك الاقتصادية والأمنية إلى غيرها من المعطيات. من الناحية الطبية والوبائية تنشوفوا أنه كاين اختلاف كبير من بين جهات المغرب، وتنظن انه خاص يكون في الرفع ديال الحجر اختلاف ما بين الجهات من ناحيه ديال الامد ديال تطبيق هذا الحجر الرفع ديال الحجر. كذلك هناك اختلاف على المستوى كل جهه ما بين الاقاليم والعمالات، وخاصنا ناخذ هذا بعين الاعتبار. كاين اختلاف ما بين الوظيفه ديال كل شخص في المجتمع، كاينين قطاعات حساسة اللي واخا خاصنا نقبلوا بعض المجازفة متحكم فيها من أجل سير الاقتصاد الوطني، وهنايا ما تنخرج على الجانب الطبي، ولكن كذلك في الجانب الطبي كاينين شرائح من المجتمع اللي خصنا نردوا بالنا لها، الناس اللي متقدمين في السن أو مصابين بأمراض مزمنة اللي خصهم يبقوا محافظين على الحجر أكثر من غيرهم، وما يخرجوا حتى المراحل النهائية ديال رفع الحجر إن شاء الله. طيب ماذا تنصح مرضى الكلي عن رفع الحجر بروفيسور؟ كيف يجب أن يتعاملوا معه؟ في الأول واخا يكون عملية رفع الحجر، خاصهم هما يحافظوا على نفس الإجراءات هما والناس المحيطين بهم، لأن المخالطين ديالهم هم كذلك وسيلة لانتقال العدوى. تنأكدوا عليهم دائما انهم اللي يكونوا تيحترموا هاد المعايير. الناس اللي ساكنين معاهم في الدار واخا يكون هو معمرو ما خرج، خاص اللي معاه اللي تيدخل ويخرج حتى هو يكون رد باله بحاله باش اننا نتفاداو الانتقال. اذا هما غادي نطلبوا منهم يبقاو في هاد الاجراءات هذه مده اطول. طيب ما هي التدابير الوقائيه التي يجب ان نستمر فيها حتى بعد رفع الحجر الصحي اذا ما تقرر ذلك؟ ان شاء الله غادي يكون تدريجي، وان شاء الله نتغلبوا على هذا المرض. غير تنأكد مره اخرى ما نستخفوش بالمرض وما نستخفوش بالحاله الوبائيه، ما نطمئنوش قبل الوقت، نكونوا متفائلين ولكن نردوا بالنا باش ما تكونش الموجه الثانيه. واللي نبغي ناكد عليها باش نكمل هذه الاجابه على هذا السؤال، هي من بعد على المستوى على المدى الطويل سنتمنى ان يكون هذا الوباء غير شويه في طريقه ديال التعامل ديال المغاربه من ناحيه ديال التعامل مع خطر الاصابه بالامراض، من ناحيه ديال الوقايه، من ناحيه ديال احترام النظافه في جميع التصرفات ديالنا اليوميه. تنظن انهم بعد هذا الخوف اللي صاحب انتقال المرض الى المغرب وانتشاره في جميع انحاء العالم، ما بين هذه العادات المزيانه اللي طبقناها لمده اسابيع واللي مازالين مستمرين فيها، تنتمنى انه هذه تولي داخله في نمط العيش ديالنا، اننا نحترموا النظافه والوقايه اكثر واكثر من اللي كنا تنديروها من قبل، باش نحاربوا كذلك امراض اخرى متنقله عن طريق من شخص الى اخر، السل او غيرها من الامراض. طيب انتم بروفيسور، ما هي الاسئله التي تطرحها عليك هذه الوضعيه بخصوص هذا الفيروس؟ ما هي الاسئله التي يجب ان نفكر في ايجاد حلول لها؟ الأسئلة متعددة، تغيرنا بزاف في الطريقة ديالنا ديال التعامل في كل واحد في المجال ديالو. أنا في المجال الطبي مثلا ولينا تنتعاملوا أكثر بالتطبيب عن بعد، اللي كان شي حاجة اللي ما تنتخيلوهاش من قبل ما يوقع هذا الوباء. المرضى ديالنا المصابين بأمراض الكليتين اللي ما تيديروش الدياليز، تنقول لهم خليكم في البيت ديالكم، ولينا تنتعاملوا معهم عن بعد. هذا تغير كبير. حاجة ثانية، المغرب ولا واعي أنه خاصو في بعض المجالات يكون عنده واحد القدرة على مجابهة الخطر
بصفة مستقلة عن الخارج، الانفتاح ضروري، ولكن الاستقلالية كذلك نقطة مهمة. والحمد لله من تنشوفوا الهيدروكسيكلوروكين مثلا كدواء كانت تنتج في المغرب، تنشوفوا الكمامات، تنشوفوا أجهزة التنفس، هذه كلها حوايج اللي أعطتنا ثقة أكبر في المستقبل، وتنتمنى أننا نتمنوها في المستقبل، أننا من نتجاوزوا إن شاء الله هذه الجائحة نكونوا قادرين على أننا نمشي في دينامية إيجابية، وأننا نحققوا مكتسبات من بعد ما عشناها في هذه الفترة هذه. كرجل طب، ما الذي يحيرك في هذا الفيروس بروفيسور؟ ما هي الأسئلة التي تبدو لك اليوم من دون إجابة أو تستحق البحث؟ هي كثيرة، والأبحاث اللي قائمة حاليا متعددة. كاين هذا العدد الكبير ديال الناس اللي تصابوا اللي تقاس بالملايين، واللي حنا الحمد لله ما تقاسيناش بنفس العدد، ولكن عندنا أكثر من 6000 ديال الناس اللي مصابين، تتشكل واحد القاعدة ديال المعطيات اللي ضروري الواحد يستغلها من بعد باش يفهم شنو يقع ويكون مستعد لمجابهة المرض مرة أخرى. ما حد ما وجدش اللقاح غادي يكون اللقاح أولوية. العديد من الأدوية تم استعمالها بصفة مستعجلة لأنه كان خاصنا باش نجابهو المرض. الحمد لله الاختيارات ديال المغرب تنظن أنها كانت صائبة، ولكن خاصنا نستمروا في البحث من بعد هذه الفترة هذه باش لا قدر الله إلا كانت موجة ثانية في السنة المقبلة أو هكذا أو كانت أمراض أخرى نكونوا أكثر قدرة على المجابهة ديالها. حاجة أخرى اللي مكنتنا هذه الجائحة والتأثير ديالها في المغرب، مكنتنا أننا نخدمه مجموعين. شفنا أنه بعد العديد من القطاعات تأقلمات مع الوضعية، شفنا الطيران مشاو تصنعوا الأجهزة ديال التنفس، شفنا النسيج مشاو الكمامات، شفنا أننا باحثين في مجال الطب وفي مجالات أخرى خدموا مجموعين، هما معمرهم ما خدموا مجموعين من قبل. إذا تحول كبير في الطريقة ديالنا ديال التعامل اللي خصنا نستغلوه إن شاء الله. البروفيسور طارق صقلي حسيني، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. تحية لكم ولجميع الكوادر الطبية التي نفخر بها.